القيادي في حركة حماس أسامة حمدان قال في تصريحات لقناة الجزيرة مساء أمس إن حركة حماس تدرس مقترحا بصفقة جديدة، وأنه لا رد رسميا حتى الآن. وسائل الإعلام العبرية هي عمليا تتفاعل كثيرا مع التفاصيل والمستجدات المتعلقة بصفقة تبادل وأيضا اتفاق لوقف إطلاق النار. سنتحدث أكثر مع الزميل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور، معنا على الخط الهاتفي الآن. صباح الخير عصمت، حياك الله. صباح الخير. صباح الخير رشا، لك والمستمعات والمستمعين. هلا، أهلا بك عصمت. عصمت، بالتأكيد يعني إذا بدنا نحكي هيك ببساطة، اليوم هذا أكثر إشي الناس بعد 119 يوم تنتظر فعلا في قطاع غزة أن تسمع جديدا عنه، عن وقف لإطلاق النار، وقف لهذه المجزرة، هذه المقتلة بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة. إسرائيليا كيف يتم التعامل مع الأمر عصمت؟ يعني إسرائيل لا تقل يعني التغطية كثافة ولا الاهتمام في هذا الموضوع، هناك اهتمام كبير، وهناك يعني تماما كما الحال لدينا الكثير من الأخبار المتناقضة وأحيانا المتعارضة من الشخص الواحد. يعني نتنياهو في محافل يتحدث عندما يقابل أهالي الأسرى يشيع أجواء تفاؤل وأن الأمور قريبة، وعندما يعني يتحدث من مكتبه ويتحدث لجمهور اليمين يضع شروطه ولاءاته، والتي كلنا نعلم أنها لن يعني تساهم في إنجاز الصفقة، وهذا يعني حرك الكثير من اللغط حول الموضوع. إجمالا يعني الصفقة يعني واضح أنه مسار الحل بدأ، وهذه الوساطة بهذه الكثافة والجدية دون أدنى شك هي مهمة وتبعث عن الأمال. وأيضا الإطار الذي وضع رغم أنه يعني غامض ويحتاج إلى توضيح، خاصة في البرود الأخيرة المتعلقة بالدفعة الثالثة ومصير الحرب، إلا أنه يصلح لأن يشكل أساس للتفاهم طبعا مع إدخال تعديلات وتوضيحات، أحيانا التوضيحات تقدمها أطراف أخرى يعني في ضرورة إسرائيل. لذلك أنا أعتقد أن هذا المسار له حظوظ من النجاح، وهناك إمكانية لأن يعني يؤسس لإنهاء يعني بداية نهاية دعينا نقول هذه الحرب، ولكن الأمر سيحتاج إلى وقت، سيحتاج إلى ضغط ومساومات وتدوير زوايا وعمليات شد. عصمت، بناء على ماذا تعتقد بأنه سيكون له حظوظ وفرص عمليا الآن؟ يعني على ماذا تستند يعني هذا التدخل المتعلق مثلا بالوقف التدريجي لإطلاق النار اللي ممكن يشكل مخرج لكلا الطرفين؟ لا علاقة. على ماذا؟ أولا الوسطاء، واضح أن الولايات المتحدة جادة في الموضوع، أيضا المرحلة التي وصلت لها الحرب، يعني فالحرب عسكريا سفدت نفسها، يعني لم يعد كثير من الجدوى حتى إسرائيليا هناك رعن بالإمكان الآن يعني الانتهاء منها وإلى آخره. أيضا الاقتراحات المطروحة تتضمن بشكل أو بآخر، وإن كان يحتاج إلى وضوح، مطالب الطرفين، يعني تضع هذا الجدول الزمني الطويل والتدرج، ويعني يأخذ باعتبار الطرفين وحاجتهم الداخلية والخارجية. وكذلك أيضا الوضع العالمي والحالة، بدأنا يعني نشهد تذمر كبير، لذلك يعني نحن نقول هذا يعني يمكن أن يشكل أساس جيد ويعطي فرص لإنهاء هذه الحرب والتوصل لصفقة، هذا ممكن. لكن الذي يعني يمكن أن يعني يقف حجر عثرة في أمام هذا الوضع، أمام هذا الوضع، هو نتنياهو. نتنياهو لا أحد حتى الآن يستطيع أن يتكهن بنواياه، هو يتحدث لغتين متناقضتين تماما، وواضح أنه عندما يدخل في مزايدة مع بن غفير وسموتريتش في مواقف يمينية وجمهور يمين، ويعني تخيلي وضع ينسحب فيه بن غفير وسموتريتش من الحكومة ويدخل لبيد، هذا سيضع نتنياهو أمام جمهور يمين وكأنه هو الذي أنهى الحرب دون أن يقضي على حماس، وهو الذي أطلق سراح أسرى عليهم عمليات دم والآخرين. هذا سياسيا وحزبيا يضرب نتنياهو، ولكن على المدى الاستراتيجي هذا يعني هذه نهاية طبيعية لهذه الحرب، ولكن هل يسجل نتنياهو عن نفسه ذلك؟ هذا يحتاج، ما أريد أن أقوله، يحتاج إلى تعالي كبير من نتنياهو إلى أن يتصرف بشكل رسمي وبشكل مسؤول إسرائيليا.
وان يتخذ القرار بشكل موضوعي. اذا تصرف بهذا الشكل اعتقد الصفقه ستنجح، لكن اذا تصرف بشكل حزبي وانتخابي ومزايدات داخليه وتنافس على اصوات اليمين بينه وبين بن جبير وسموتريش يحاول ان يضع عراقيل، وليس يعني بالضروره ان يقول لا، هو قد يقول نعم ويضع عراقيل تفشل المسار، يقدم على اغتيال، يقدم على وضع شروط، وضع شروط تعجيزيه بمعنى، وهذا وارد جدا. وايضا يعني انا اريد من خلالك رشا، يعني هناك اعتقاد واسرائيل تشيعه حقيقه انه الكل ينتظر رد حماس، وكان المشكله في حماس، المشكله ليست في حماس. طيب المشكله لدى نتنياهو. نعم. وهذا محاوله يعني القاء اللوم على حماس، وانه اذا تشيع تفكر انه رد حماس كذا، هذا غير صحيح، وهذا لعبة إسرائيلية واضحة. نعم. يعني ضغط على حماس بصراحة، هم يمارسون ضغط نفسي وسياسي على حماس إنه كل ردك يتوقف عليه الصفقة، وإذا قلت لا حماس حقها أن تضع، يعني هي وضعت وعندما ذهب القطريين إلى اجتماع باريس حملوا رغبة حماس ومواقفها. إذا كانت هذه الصفقة تشبه هذه المواقف، طبيعي أن يكون لديهم توضيحات عليها وإضافات. طيب أمريكيا ربما عصمت هنالك إدراك لهذه النقطة، لأنه أنا على الأقل تابعت يعني ما نشرته الـ NBC News بالأمس عن المسؤولين الأمريكيين، قالوا أنه إسرائيل لا تحرز الكثير من التقدم ضد حماس في غزة، وقالوا أنه نتنياهو أيضا يواجه ضغوط شعبية متزايدة بشأن إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة. كم يحدث هذا الإدراك الأمريكي لواقع أمر نتنياهو فرقا في مسألة فعلا انفراجه قريبة؟ هذا يعني إذا كان هناك موقف أمريكي جدي، هذا يساهم بشكل كبير ويضغط على نتنياهو. نحن نلاحظ مثلا خطوة المستوطنين، صحيح خطوة رمزية وغير كافية، معاقبة 4 مستوطنين بسبب الاعتداءات على فلسطينيين، لكن هذا أن يصدر من إدارة أمريكية، هذا يعني فيه إشارات. أيضا الانتقادات المتواصلة لنتنياهو والتسريبات حول يعني مواقفه وتعطيله، هذا يظهر أن الأمريكان بدأوا يتضررون. الحمد لله هي بدأت انتخابية، وهذه الحرب تقف يعني حجر عثرة كبير أمام بايدن، خاصة لدى الجمهور المسلمين والعرب والفلسطينيين في أمريكا، ولذلك هو مطالب أن يتخذ مواقف أكثر توازن كي يعوض ويعدل عن مواقفه السابقة بانحيازه المطلق لإسرائيل. لذلك أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة تدرك مدى يعني التعطيل الذي يمارسه نتنياهو، والسؤال هو إلى أي درجة هي مستعدة للضغط عليه. يعني خطوة تبطيء إيصال السلاح مثلا، المستوطنين، انتقادات علنية وغيرها، أعتقد أنها تساهم بالضغط على نتنياهو ودفعه إلى التقدم أكثر. نعم، أشكرك، شكرا جزيلا لك زميل الصحفي المختص بشأن الإسرائيلي عصمت منصور، حدثتنا عبر الخط الهاتفي، ويسعد لي صباحك عصمت.